السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متتبعات قناة كوزين تيما. فيديو اليوم غادي يكون عبارة عن مقبلة على شكل قوارب موتزاريلا بالثوم والطماطم. كتجي لذيذة بزاف وصحية للوليدات، ياكلوها الكوتي وحتى الكبار، اكيد غادي تعجبكم. وما تنساش ضغطوا زر الاشتراك الا كانت اول مشاهدة لكم القناة، وفعلوا الجرس باش تبقاو توصلوا بكل جديد ان شاء الله. وندوزوا دابا على بركة الله المقادير. بالنسبه للمقادير غادي نحتاجوا لواحد حبه ديال مطيشه قطعتها فحال هكا شرائح، وتقدروا ديروا طوماط سوريز اللي عندكم. عندي الموتزاريلا هذيك اللي كنلقاوها في الماء، ماشي الموتزاريلا اللي كنديروا بها البيتزا، هذه ديال لي سالاد كتكون بحال هكا كويرات سواء كبيره او صغيره، قطعتها على هذا الشكل شرائح. عندي جوج فصوصة ديال الثومه غادي نخدم بهم. عندي هنايا بالنسبه لزيبيس عندي زيت العود، عندي باريزيانا كيف قلت لكم، وعندي لا سيبوليت يعني الثوم القصابي مع الريحان، هادو مجففين. تقدروا ديروا الزعتر الا ما كانش عندكم هاد العشاء، تصغنوا عليهم وديروا الزعتر، مي الريحان كيتواش بزاف في هاد الوصفه اللي غنعطيكم اليوم. وطبعا زيت الزيتون. ندوز دابا على بركه الله لطريقه التحضير. نبداو اولا بالصلصه، كنديروا واحد معلقه كبيره ديال الزيتون، كنزيد عليها اربع معالق صغيره ديال لا سيبوليت مع اربع معالق صغيره ديال الريحان، وكنمزج هاد المكونات جيدا. هاد المكونات هما اللي غادي نماغيني بهم الخبز ديالي. كناخد هذاك الباكيت ديال باريزيان وكنقطعها على حسب الحجم اللي بغيتو ديروا لهاد القوارب، تقدروا ديروهم غير صغيورين، تقدروا ديروهم فحال هكا فهاد الشكل. هذا هو اللي في الاغلبيه في المطاعم، هذا هو الشكل اللي كيعطيو ديال الباكيت، كيكونوا على هاد الحجم. كناخد واحد الشيته وكندهنهم مزيان، ونحاول في هذيك الشيته نهز في الزيت، نهز فيه شويه قليل من الاعشاب، وغادي نديرهم في مقلة. هذيك المقلة تكون عندي سخونة، نخليهم باش يتقغياو. غادي نكمل الكمية ديالي كلها، ونحاول دائما قلت لكم نهز الاعشاب ونضغط عليهم مزيان في المقلة باش يتقغياو ليا. منين كيتقغياو ليا الخبز ديالي كناخد فص ديال الثوم وكنفلحو وكنبقى كندوزو. منين كيتقغيا الخبز كيسهل عليا، ما كيكونش رطب، كيسهل عليا انني ندوز فيه هذاك الفص ديال الثوم باش يطلق الماء ديالو. كنستمر فحال هكا كندوز عليه هذاك الفص ديال الثوم كاملين، ومره مره كنعاود نفلح هذاك الفص ديال الثوم باش كيخرج لي هذاك الماء اللي فيه. كندوز الكميه كلها اللي عندي على هذا الشكل، وكنصفهم في واحد لاطه اللي غادي ندخلها للفران. شريحه ديال الطماطم فوق من شريحه ديال الموتزاريلا، وكذلك شريحه الطماطم، وكنرش عليهم في الاخير بالاعشاب وندخلهم الفرن. غادي نشعل عليهم غير شويه، ما كتشعلوش عليهم حيت الباكيت طايب، غادي تشعلهم غير شويه يذوب هذاك الفرماج، وكتخرجهم ودهنهم بزيت الزيتون. كيف كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي ديال الباكيت ديالنا، قوارب مقبله على شكل قوارب، كتجي بالموتزاريلا والثوم والطماطم، كتجي رائعه. كنتمنى الوصفه تنال الاعجاب ديالكم، وانا اكيد غادي تجربوها، غادي تعجبكم وغتعجب وليداتكم بزاف. قلتوا لي باش نبقى ندير لكم بحال هاد الوصفات. هاد الوصفات كنديرهم انا في داري وتقاسمتهم معكم. كنتمنى ان الوصفه تعجبكم، ولايكيو لا فيديو وخليو لي تعليق وتشجيع القناه باش تستمر. والى الملتقى ان شاء الله مع وصفات اخرين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.